يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وغير ذلك من الآيات المشابهة في عطف العمل الصالح على الإيمان، هل هذا يقتضي المغايرة وأن العمل الصالح غير الإيمان؟ لا، هذا ما يقتضي المغايرة، يقتضي التأكيد. هذا يقولون من عطف الخاص على العام اهتماما به، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قول حافظوا على الصلوات يدخل فيه الصلاة الوسطى، لكن لأهمية الصلاة الوسطى خصها بالذكر فعطفها، فهذا ليس للمغايرة وإنما هو لزيادة الاهتمام بالمعطوف. فالعمل له دور كبير في الإيمان، لأن إيمان بدون عمل ما هو بإيمان، الإيمان ضروري مع العمل، لذلك عطفه عليه. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قوله عدوا لله وملائكته يدخل فيهم جبريل وميكال، فعطفهما باب الاهتمام بهما لبيان أهمية جبريل وميكال عليهما السلام وما لهم من المقام الخاص بهما، فهذا من عطف الاهتمام لا من عطف المغايرة. نعم.